ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الفيديو ده فيه رساله مهمه جدا جدا، يا ريت نركز فيها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس. ونسيبكم بقى مع الفيديو. كده الجو ساقع قوي. هو لازم المستر كان نزلنا النهارده؟ بارد قوي يا جدعان، الجو ساقع قوي. هو بيحسش يعني يا ملازم؟ طب بقول لكم ايه، ينهارنا عليه بسرعه. كان لازم نزلنا النهارده، ما هو عارف ان الجو ساقع. لا ازاي، ما احنا ما خدناش. ازاي حضرتك؟ حضرتك احنا واقفين بقالنا كتير قوي في الجنينه، حضرتك لسه ما جتش. طب لما اتلغت يا مستر ما قلتلناش ليه؟ طب ماشي يا مستر سلام. حاجه برد والله انا سعانه. طب يلا بينا نروح. وطالما عارف ان هو مش هينزل، منزلنا ليه في عز التلج ده وحبكت خلاص؟ هو اصلا تلاقيه عارف اللي هو مش هينزل، هو اهم بس حاجه عنده اللي هي مصلحته، ياخد الفلوس ويمشي. لكن هو اكيد عارف اللي احنا عانينه، وعارف اللي احنا مفيش فلوس النهارده. فعلا يا جماعه الجو برد قوي، ده احنا يا دوبك بس واقفين في الحته اللي فيها طرفه شمس. ربنا يكون في عون الناس يا بنتي، والله اللي ما عندهاش بيت واللي عايشه في الشارع مش عارفه ازاي بيقعدوا يعني بالليل. ربنا يكون في عونهم. بص عامل اللي هناك ده، بص قاعد ازاي، حرام اكيد سقعان يعني. احنا واقفين في طرفه شمس بس وسقعانين، لكن هو اللي بيقعد بالليل والناس اللي بتنطر عليه. ربنا يكون في عونه. بقولكوا ايه، بقولكوا ايه يا جماعه؟ ايه؟ مش انتوا معاكم فلوس الدرس؟ اه انا معايا فلوس الدرس، اكيد كلنا معانا يعني. طب ما تفهمينا يا هايدي، عايزه ايه بالفلوس بتاعتنا؟ انا في بالك يا هايدي. ايه اللي في بالكوا؟ بصوا احنا ممكن بفلوس الدرس اللي احنا ملهاش لازمه دي ومش هنعمل بيها حاجه، ممكن نروح نجيب له جاكيت او حاجه يقعد عليها وميه وكده. بس تصدقي فكره، احنا كنا خدنا ثواب كبير قوي على اللي احنا هنعمله ده. يلا بينا نروح نعمله. ايوه صح، ودوت هيبقى ثواب كتير كبير لينا عند ربنا. طب يلا يا يلا. ادي الاكل اهو، وادي الفرش اهي، الجاكيت. طب يلا بينا نروح. يلا. في هو حضرتك نايم ليه كده؟ انا نايم عادي، في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، احنا بس حضرتك احنا حابين نساعدك باي حاجه. بس انا جبت لك، جبنا لك جاكيت، جبنا لك فرشه عشان تنام عليها وتقعد عليها، وجبنا لك اكل. طب انتوا تعبتوا نفسكم ليه؟ طيب ما كانش ليه لازمه كل الكلام ده؟ احنا بنساعد، احنا بنساعد. ربنا يبارك لك يا رب، يخليكم لاهاليكم. كمان ان احنا ننجح ان شاء الله، هتنجحوا تبقوا بخير. معلش انا اسف بقى ان انا تعبتكم معايا. لا لا مش اي حاجه، عادي. ربنا يخليكم. انتوا في المدرسه؟ اه. انت محتاج اي مساعده؟ لا عادي، انا كده كده قاعد، ربنا بيكرمني يعني وبيبسوني. ربنا يبارك لكم ان شاء الله وتنجحوا في المدرسه وتبقوا متفوقين. شكرا. بس حاجه؟ لا سلامتك. يا رب تكون الفكره عجبتكم يا جماعه، واحنا حبينا نوصل رساله معينه، ويا ريت تكونوا فهمتوها. لازم يكون عندنا احساس بالناس اللي حوالينا، لان احنا ممكن في يوم من الايام نبقى زيهم. ويا ريت في عز البرد ده ربنا يجعل كل الناس في برد يعني في سلام من البرد ده، والناس اللي ملهاش بيت او الناس اللي ملهاش مكان ربنا يكون في عونها، واحنا على قد ما نقدر هنحاول نساعدهم. انتوا قاعدين في بيوتكم متغطيين ولا هنا، والناس قاعده في الشارع بتموت. حاولوا تنزلوا تساعدوا اي حد، تدوا اي حاجه، ساعدوا الناس. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ونشوفكم في الفيديو الجاي.